ما زالت تركيا تلعب دورا غير ايجابي في اجهاض اي مشروع ديمقراطي من خلال دعمها للحركات الرجعيه والارهابيه. من خلال طرحه لي المشروع الديمقراطي لانهاء الخلافات الداخليه ونهج مبدا الحوار السوري بين كافه الاطراف المتصارعه على الارض. فالمرشحات يقدموا ورقه للديوان يكتبوا اسمائهم. محمود بكرو، صالح بركر، محمد عيسى، محمد نور. وجزيل الشكر والامتنان لمنحنا ثقتكم، وهي ثقة غالية، ونعدكم أن نكون على مستوى تحمل المسؤولية. عاشت أخوة الشعوب، عاشت حزب سوريا المستقبل. عاشت.